خط تبديل وقطعته لترشيح عماد ميشيل عون. المعارضة السورية هي بتحدد من يمثلها. أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون مستقبل وفيها عشرات القتلى والجرحى في تفجيرات هزت منطقة السيدة زينب. داعش يتبناها والمعارضة تتهم النظام بتدبيرها. لابد أولا من العمل بتطبيق القرار الدولي 2254. مفاوضات جنيف بشأن سوريا تبدأ اليوم بلقاءات غير مباشرة بين المعارضة والنظام. رئيس الحكومة يؤكد أنه كلما تأخرت الانتخابات الرئاسية تراكمت السلبيات. صباح الخير. دعا رئيس مجلس الوزراء تمام سلام القوى السياسية إلى تحصين البلد ودعمه حتى يستطيع تحمل المرحلة الصعبة التي نمر بها، مشيرا إلى أنه كلما تأخرت الانتخابات الرئاسية تراكمت سلبياتها وازدادت. وأعلن أن لبنان سيطلب في مؤتمر لندن للنازحين السوريين 11 مليار دولار وتوفير هذا المبلغ على مدى السنوات المقبلة. وأكد أن الحكومة عليها التحضير للانتخابات البلدية والجو السياسي نراه في وقته. وأمل سلام في أحاديث أمام زواره أمس في منزله في المصيطبة أن يكون في جلسة مجلس الوزراء المقبلة يوم الثلاثاء كل الخير، وأن تكون النية طيبة وإقرار البنود التي لها علاقة بمصالح البلد والناس. أعلن رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجي أنه يسحب ترشيحه متى قرر الرئيس سعد الحريري دعم رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون. وقال فرنجي أمام إعلاميين إن الحريري لم يطرح نفسه رئيسا للحكومة خلال لقاء باريس قائلا: سألنا الحريري عن سلاح حزب الله فقلت له ما في لزوم نحكي بهالموضوع. وأعلن أنه متى قرر الحريري دعم عون فأنه سيعمد إلى سحب ترشيحه، موضحا أن المهم ألا أخسر ترشيحي من دون ربح ترشيح عون. وقال: لن أتنازل للعماد ميشيل عون إلا إذا تأمنت إمكانية فوزه بالرئاسة. بدوره قال رئيس حزب التوحيد وئام وهاب أن حزب الله لا يتعاطى مع حلفائه بمنطق الغصب، وهو كسائر فريق الثامن من أذار مع ترشيح العماد ميشيل عون، لكن المسألة ليست مسألة أكثرية. أضاف وهاب بعد زيارته رئيس حركة الاستقلال ميشيل معوض أن هذا لا يعني أنه إذا تأمن للعماد عون 65 صوتا سيذهب حزب الله إلى الانتخابات على أساس كسر الفريق الآخر، فليس هكذا يتم انتخاب رئيس للجمهورية. إذا المكون السني غير مقتنع برئيس جمهورية هو العماد ميشيل عون، هناك صعوبة حتى حزب الله وثماني أذار أنه تمشي بهذا الموضوع، لأنه ما حدا مقرر يكسر الثاني بهذا الموضوع. الأهم أن نؤمن للعماد عون شبه إجماع يأتي به إلى رئاسة الجمهورية، وهذا الأمر بعده الآن مش متوفر. لذلك الجلسة بثماني الشهر ما راح تحصل، والجلسة ما راح توصل لمكان، ولكن راح تستمر النقاشات وراح تستمر المحاولات لنوصل لذلك. أعرب البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي عن حزنه للتمادي في نقد قاعدة الميثاقية في وظائف الوزارات والمؤسسات العامة بعد نقدها على مستوى رئيس الجمهورية. وناشد الراعي في عظة الأحد رئيس الحكومة تأمين حماية الدستور، معتبرا لا مبرر لتعطيل انتخاب الرئيس. وإننا على هذا الأساس باركنا ونبارك المصالحة السياسية التي جرت منذ أسبوعين بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، ونرجو أن تكون مدخلا لمصالحة تشمل جميع فئات المجتمع اللبناني والكتل السياسية والنيابية من أجل خير الجميع وخلاص الوطن. لقد أصبح من غير المقبول عندنا في لبنان بأي شكل من الأشكال تعطيل المؤسسات العامة الموجودة شرعا من أجل تأمين الخير العام، وتعطيلها بهذا التمادي في حرمانها من رأسها الذي هو رئيس الجمهورية والذي يعطي شرعية وحياة لها كلها.
فليس من مبرر واحد بعد إعلان المرشحين للرئاسة الأولى لتعطيل الجلسات الانتخابية التي يجب عقدها وفقا للنظام الديمقراطي والدستور والميثاق الوطني بعد سنة وثمانية أشهر من الفراغ في سدة الرئاسة. بلدة الزواريب في عكار تودع ابنها المعاون أول الشهيد إلي مطر والذي استشهد إثر غرق الزورق البحري أمس قبالة منطقة العريضة. بالزغاريد الممزوجة بالدموع ودعت هذه العائلة ابنها الشهيد المعاون أول إلي رامز مطر في بلدة الزواريب في عكار والذي استشهد إثر غرق زورق للبحرية اللبنانية قبالة منطقة العريضة ليلة السبت. أجواء من الحزن والأسى خيمت على البلدة خلال مراسم الوداع والتي حضرها النائب نضال طعمي ممثلا الرئيس سعد الحريري والمنسق العام لتيار المستقبل في عكار عصام عبد القادر ممثلا أمين عام التيار أحمد الحريري والعقيد توفيق يزبك ممثلا وزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش العماد جون قهوجي وعدد من الشخصيات السياسية والأمنية ورفاق الشهيد. وعلى وقع الزفة خرج مطر عريسا وحمله رفاق السلاح على الأكف بعد مراسم الجنازة في كنيسة البلدة ليدفن في مثواه الأخير. أمنيا وفي وقت طغت الاشتباكات بين جبهات النصرة وتنظيم داعش على المشهد العسكري في جرود عرسال برزت زيارة قائد الجيش العماد جان قهوجي للولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح مصدر عسكري رفيع للجمهورية أن هدف الزيارة هو التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب. وعما تردد عن لائحة جديدة من الأسلحة سيطلبها قهوجي من القيادة العسكرية الأمريكية، أكد المصدر أن المساعدات الأمريكية للجيش اللبناني دائمة وواشنطن تلبي كل الاحتياجات التي يطلبها الجيش، وعملية التسليح هي عبارة عن استمرارية ضمن استراتيجية أمريكية واضحة في دعم الجيش وزيادة قدراته للتصدي للإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار الداخلي. في شأن متصل، نفى مواطنون من بلدة عرسال الكلام المتواصل عن نزوح الأهالي من البلدة بضوء المعارك الدائرة في الجرود بين تنظيمي داعش والنصرة، وأكدوا أن الحياة في عرسال طبيعية جدا. رغم كل الكلام الإعلامي في الأيام الأخيرة عن معارك بين مسلحي تنظيم داعش الإرهابي وجبهة النصرة وسيطرة داعش على نقاط مهمة في جرود عرسال، فإن أهالي البلدة يعيشون بشكل طبيعي جدا وتبدو الحركة من داخل البلدة عادية. كما نفى أهالي عرسال سماع أصوات اشتباكات قريبة أو تهديد من قبل داعش للبلدة ومخيمات اللاجئين فيها. وكان رئيس بلدية عرسال علي الحجيري قد نفى في تصريح لعقاظ أي وجود لداعش أو سيطرة لها على عرسال، وقال حزب الله يسوق لهذه الشائعة معتقدا أنه قادر عبرها على غزو المدينة وهو أمر لن يحصل، كما أنه لم يحصل أي نزوح من قبل أهلها ولم يكن هناك أي ظهور مسلح أو اشتباك في المدينة. وتتابعونا بعد الفاصل. الداخلية السعودية تكشف مراحل تفجير مسجد الطوارئ في عسير. في الميدان السوري شهدت منطقة السيدة زينب تفجيرين انتحاريين أديا إلى مقتل وجرح العشرات. تفجيرات انتحارية تبناها تنظيم داعش الإرهابي ضربت حي السيدة زينب جنوبي العاصمة دمشق، ما أدى إلى مقتل العشرات بينهم 25 على الأقل من الميليشيات الموالية لحكومة النظام السوري بحسب ما أعلنت وكالة رويترز. وفي التفاصيل أن سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت عند أحد مواقف حافلات نقل الركاب في منطقة كوع سودان في بلدة السيدة زينب. بعدها فجر انتحاريان حزاميهما الناسفين عند تجمع المواطنين
لإسعاف الجرحى، ما أدى إلى سقوط العدد الأكبر من القتلى. وفيما دانت حكومة النظام السوري هذه التفجيرات، زعم رئيس وفد النظام إلى مفاوضات جنيف بشار الجعفري أن هذه الهجمات تؤكد الصلة بين المعارضة السورية والإرهاب، فيما اتهمت المعارضة السورية النظام بتدبيرها. وتأتي هذه التفجيرات بعد نحو عام على تعرض المنطقة نفسها لتفجيرين انتحاريين استهدفا حاجزا للتفتيش وأسفرا عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين. كان سبقهما أيضا تفجير عبوة ناسفة في حافلة بمنطقة الكلاسة في دمشق كانت تقل زائرين لبنانيين أثناء توجهها إلى مقام السيدة زينب جنوبي العاصمة. يذكر أن مقام السيدة زينب الذي يعد مقصدا للسياحة الدينية في سوريا يخضع لحراسة مشددة من مقاتلين من جنسيات مختلفة على رأسهم عناصر حزب الله بالإضافة إلى مقاتلين عراقيين. إلى ذلك، شنت كتائب الأسد قصفا مكثفا بالبراميل المتفجرة على مناطق عدة في ريف دمشق، واستهدفت بالصواريخ مخيما للنازحين عند الحدود الإدارية بين ريفي اللاذقية وإدلب. قصف بالبراميل المتفجرة على المدن. الله أكبر. ألقت كتائب الأسد أكثر من 44 برميلا متفجرا في غضون 24 ساعة على مناطق خان الشيح ومعظمية الشام ودارية في ريف دمشق، في محاولة منها لتركيع من تبقى من مواطنين أو القضاء عليهم. هذا ولم يكتفي نظام بشار الأسد بتهجير مواطنيه من منازلهم وقراهم، بحيث يعمد إلى ملاحقتهم واستهدافهم بالصواريخ حتى في أماكن لجوئهم، ولا سيما في مخيم أوبين للنازحين عند الحدود الإدارية بين ريفي اللاذقية وإدلب، موقعا ضحايا في صفوف المدنيين. تزامن ذلك مع استمرار الاشتباكات العنيفة في عدة محاور بجبلي الأكراد والتركمان بريف اللاذقية الشمالي، وسط قصف وعشرات الغارات من سلاح الجو الروسي على مناطق في الجبلين. في ريف إدلب نفذت طائرات حربية ضربات على مدن عدة، في حين سمع عدوي انفجار في مدينة بنش التي تعد من المدن الداخلة في اتفاق وقف إطلاق النار كفريا الفوعة والزبداني. القصف الجوي طال أيضا مناطق في حما وريف درعا وبلدات عدة من حلب التي تشهد اشتباكات، خصوصا في محور الشيحان بني زيد، ترافق مع قصف الثوار لمراكز كتائب الأسد في أحياء شارع النيل والسبيل والخالدية وشارع تشرين. كذلك دار قتال عنيف في محيط مدينة تلبيسة بحمص، في حين استهدفت الفصائل الإسلامية تمركزات لقوات النظام في محيط قرية ترمعلة، بينما سجلت مواجهات بين قوات النظام وتنظيم داعش في محيط حقلي شعر والحجار النفطيين بريف حمص الشرقي ومحيط مطار دير الزور العسكري. أعلنت الأمم المتحدة أن الموفد الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا سيعقد اليوم محادثات منفصلة بين وفدي النظام والمعارضة إلى جنيف 3. وكان وفد المعارضة هدد بالانسحاب من المحادثات إذا فشلت الأمم المتحدة في وقف انتهاكات النظام. مفاوضات غير مباشرة عبر دبلوماسيات مكوكية بين المعارضة السورية والنظام، يسعى المبعوث الأممي ستيفان دو ميستورا إلى حمل الوفدين إليها في جنيف رغم خلافات عميقة بين الطرفين. المبعوث الدولي إلى سوريا قال عقب أول اجتماع له بوفد الهيئة العليا للمفاوضات في مقر إقامته بأحد الفنادق في جنيف أنه عاقد العزم على استمرار المباحثات إلى حين تحقيق الأهداف المرجوة منها، كما ذكر أنه أبلغ المعارضة بما سيناقش في المفاوضات وأن القرار يعود لها بخصوص المشاركة فيها من عدمها. هذا وقد أعلنت المتحدثة باسم الموفد الأممي إلى سوريا خولة مطر أن دو ميستورا قام بزيارة مجاملة لوفد هيئة المفاوضات العليا في جنيف بهدف معالجة القضايا الخاصة بالمحادثات بين الأطراف السورية. وبشكل منفصل قام نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا رمزي عز الدين رمزي بزيارة مجاملة إلى الفندق حيث يقيم وفد النظام لمناقشة الترتيبات العملية والخطوات التالية للمحادثات السورية. إلى ذلك قال منسق هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية رياض حجاب إن وفد المعارضة قد ينسحب من جنيف إذا فشلت الأمم المتحدة في وقف الانتهاكات للنظام السوري. من جهته شدد المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية سالم المصلط في مؤتمر صحفي على ضرورة تطبيق النظام السوري النقاط الثلاث التي تضمنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم
2254 حتى توافق المعارضة على المشاركة في المحادثات. وأضاف أن وفد المعارضة جاء إلى جنيف للمشاركة في عملية سياسية تضع حدا للمأساة في سوريا. هذا ودعا المسلط المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف ما سماها الاعتداءات والجرائم الروسية في سوريا، مشيرا إلى أن ما يتقلص في بلاده ليس الإرهاب بل السوريون والأسر السورية. لابد أولا من العمل بتطبيق القرار الدولي 2254 وتطبيق بنوده الإنسانية، هذه لا تخص المعارضة ولا تخص النظام، هي تخص الشعب السوري وتخص أطفال سوريا. إن كان المجتمع الدولي جادا في ذلك فليرينا آلية تطبيق ذلك، نريد أن نوقف محنة الشعب السوري. في المقابل انتقد السفير السوري إلى الأمم المتحدة بشار الجعفري في مؤتمر صحفي بجنيف وفد المعارضة متهما إياه بعدم المسؤولية، وقال إن مفاوضات جنيف لم تنطلق في وقتها المقرر يوم الجمعة الماضي بسبب تأخر وصول وفد المعارضة، وهو ما يدل على عدم جدية ومسؤولية الطرف الآخر. من ناحيته جدد وزير الخارجية السعودية عادل الجبير دعم مواقف المعارضة السورية سواء اختارت التفاوض أم لا. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي أكد الجبير مجددا ألا دور للأسد في مستقبل سوريا. التطمينات التي حصلوا عليها كتابة من الأمم المتحدة كانت في القرار 2254 والفقرة 12 و13 بالنسبة للمساعدة الإنسانية، وكذلك بالنسبة للقصف العشوائي هذه لا يمكن التفاوض عليها، كذلك ستكون لها سلطة كاملة وسيكون هناك نقل للسلطة بعيدا عن بشار الأسد، وسيكون هناك دستور جديد وانتخابات جديدة وسوريا جديدة لا يكون فيها لبشار الأسد دور يلعبه، وبالتالي هذا ما يود أن يناقش تفاوض عليه المفاوضات وفد المفاوضات السورية، وندعمهم إذا تفاوضوا سندعمهم إذا مفوا، دورنا لا نضغط عليهم وأن نوفر لهم كل الدعم الذي يمكن أن نقدمه لهم، ودورنا هو في التشاور معهم ومراجعة كذلك الخيارات وما هي الخيارات الأفضل للتحرك إلى الأمام ومساعدتهم كذلك للوصول إلى ما نرى أنه هو الطريق الأكثر فعالية ونجاعة. ومن واشنطن ناشد وزير الخارجية الأمريكية جون كيري السوريين إنجاح محادثات جنيف 3، معتبرا أن نظام الأسد هو المغناطيس للإرهابيين. وفي كلمة موجهة إلى الشعب السوري لفت كيري إلى أن النظام السوري مسؤول عن إدخال المساعدات الإنسانية للمحتاجين. أناشد الطرفين السوريين التفاوض بجد وحسن نية، إن الهدف الرئيسي من مفاوضات جنيف هو التوصل لوقف إطلاق نار والتوصل إلى انتقال سياسي، لأنه لن يكون هناك حل عسكري للصراع، وبدون مفاوضات سيتم تدمير كل البنى التحتية في سوريا. أؤكد أننا نهدف إلى سلام في سوريا استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبالنسبة للنظام فعليه السماح بإغاثة المحاصرين قبل المفاوضات. كشفت وزارة الداخلية السعودية تفاصيل عملية تفجير مسجد الطوارئ في أبها بمنطقة عسير، مخصصة مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال مطلوبين أو إحباط هجوم انتحاري. مراحل التخطيط للاعتداء الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد قيادة قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عسير في 6 من أب الفائت كشفها المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية. وقد أظهرت التحقيقات في الهجوم الذي أدى إلى استشهاد 11 عنصرا من رجال الأمن وأربعة عمال من الجنسية البنغالية ارتباط الانتحاري منفذ العملية وهو السعودي يوسف سليمان عبد الله السليمان بالمجموعة الإرهابية التي دهمت قوات الأمن الأوكراني لها الأول في حي المونسي مدينة الرياض والثاني بمحافظة درما، حيث تبين أن المجموعة وفرت له المأوى عند قدومه من الجوف إلى الرياض قبل نقله إلى درما ليتدرب فيه على ارتداء واستخدام الحزام الناسف وتسجيل وصيته بالصوت والصورة لبثها بعد العملية. كما بينت التحقيقات أن الانتحاري نقل إلى عسير بواسطة السعودي فهد فلاح الحربي الذي قبض عليه لاحقا لينضم هناك إلى خلية إرهابية يقودها السعودي سعيد عائد آل دعير الشهراني، بالإضافة إلى قيام فهد فلاح الحربي بنقل الحزام الناسف
ناسف من الرياض إلى عسير مصطحبا معه زوجته المواطنة عبير محمد عبدالله الحربي التي أخفت الحزام الناسف عند موضع قدميها بالسيارة. وأكدت الداخلية أن الانتحاري نفذ العملية بمساعدة الجندي في قوة الطوارئ في عسير صلاح علي عايض آل دعير الشهراني الذي قبض عليه مع 2 من المتورطين في هذا العمل الإرهابي وهما فؤاد محمد يحيى آل دهوي وصالح فهد دخيل الدرعان، فيما لا يزال 9 آخرون متوارين عن الأنظار. دور يؤديه تنظيم الإرهابي داعش على وجه الخصوص وبعد ذلك تنظيم القاعدة، لكن أغلب الجرائم الإرهابية اللي تعرضت لها المملكة خلال السنتين الماضيتين كلها أتت الحقيقة بالتحريض من التنظيم الإرهابي داعش، وداعش تنظيم إرهابي موجود خارج المملكة وفي سوريا، ونحن نعلم أنه داعش ما هو هذا التنظيم، ما هو واجهة لاستهداف المملكة. هذا وخصصت الداخلية مكافآت مالية بمليون ريال لمن يدلي من معلومات تؤدي للقبض على أحد المطلوبين، وخمسة ملايين في حال القبض على أكثر من مطلوب، وسبعة ملايين في حال إحباط عملية إرهابية. النشرة مستمرة فيها بعد الفاصل. هيومن رايتس تتهم ميليشيات الحشد الشعبي بارتكاب جرائم حرب في العراق. اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحوثيين بمصادرة مساعدات كانت متجهة إلى تعز، فيما كشفت لجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن عن شبكتي تمويل تابعتين للانقلابيين، مؤكدة تورط إيران في تزويدهم بالأسلحة. انتهاكات الحوثيين بحق المدنيين اليمنيين ترددت أصداؤها لدى منظمة هيومن رايتس ووتش التي اتهمت المتمردين بمصادرة مواد أساسية في طريقها إلى مدينة تعز التي يحاصرونها منذ أشهر في جنوب البلاد، مرتكبين بذلك انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. بدورها كشفت لجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن عن شبكتي تمويل تابعتين لميليشيا الحوثي وصالح، وأكدت تورط إيران في تزويدهم بالأسلحة. وقال فريق من الخبراء في تقرير رفعه للجنة أنه تتبع أصولا مالية قيمتها نحو 50 مليون دولار أمريكي تابعة لصالح ونجله، وشاهد أسلحة تم إنتاجها في إيران مشابهة لتلك التي تظهر في وسائل الإعلام بحوزة الحوثيين وميليشيات صالح. ميدانيا واصلت طائرات التحالف العربي قصفها على مواقع وتجمعات الحوثيين وقوات صالح في مناطق متفرقة من صنعاء، بينما تدور اشتباكات في منطقة عصر غرب العاصمة بين القوات الشرعية والمتمردين. هذا وسيطرت المقاومة الشعبية والقوات الموالية للشرعية على أجزاء واسعة من مديرية ميدي في محافظة حج الشمال غربي البلاد، وذلك بعد معارك عنيفة وقصف مدفعي استهدف ميليشيات الانقلابيين. بعد مشاهد اعتقال إيران للبحارة الأمريكيين التي أثارت غضبا واسعا في الولايات المتحدة، منح المرشد الإيراني علي خامنئي قائد البحرية الإيرانية حبيب الله سياري وأربعة ضباط وسام الفتح تقديرا لما أسماه عملهم الشجاع باعتقال البحارة الأمريكيين. اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش ميليشيات الحشد الشعبي بخطف وقتل مدنيين مطلع الشهر الجاري في عمليات تقترب إلى مستوى جرائم حرب. في المقابل وجهت الأمم المتحدة نداء إلى الدول المانحة من أجل الحصول على مساعدات إنسانية لملايين العراقيين الذين يعانون الحرب والنزوح. أحصت كولومبيا أكثر من 20,000 إصابة بفيروس زيكا، بينها نحو 2,100 لنساء حوامل. من جهتها أعلنت السلطات الغواتيمالية حالة التأهب القصوى مع وصول عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 37. وفيما تعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعا طارئا يوم الخميس المقبل للتباحث في الفيروس الذي يتناقل عبر لسعة البعوضة وينتشر بشكل كبير في القارة الأمريكية. وفي الختام يبقى التذكير بالعناوين. عشرات القتلى والجرحى في تفجيرات هزت منطقة السيدة زينب، داعش يتبناها والمعارضة تتهم النظام بتدبيرها. لابد أولا من العمل بتطبيق القرار الدولي 2254. مفاوضات جنيف بشأن سوريا تبدأ اليوم بلقاءة غير مباشرة بين المعارضة والنظام. ورئيس الحكومة يؤكد أنه كلما تأخرت الانتخابات الرئاسية تراكمت السلبيات. نهاية النشرة، إلى اللقاء. أنا تحققت بي وقعت بي.
لترشيح عماد ميشيل عون. المعارضة السورية هي اللي تحدد من يمثلها.